عمل فيل ده مقصود به شنو؟ ها مقصود به شنو؟ ايوه لانه أبرهة وكان عاملا للنجاشي. ملك الحبشه دائما اسمه النجاشي، يعني حتى لو اتغير بيبقى نجاشي تاني. ده لا قبل شنو؟ لملك الحبشه زي فرعون. فرعون ده ما واحد، ايوه فوت فرعون يجي فرعون تاني، كان لقب لملوك مصر. وزي كلمة ريتشارد للبريطانيين، يقول لك ريتشارد الأول وريتشارد الثاني وكذا، كانت لقب للملك. فأبرهة بنى له كنيسة، وزول بتاع شر، زول بس بتاع شر وهاوي غلبة، بنى له كنيسة عظيمة جدا، دار يضاهي بها الكعبة، ودار يحول حج الناس من الكعبة اللي هي قال حقت العرب، دار يجيبهم يحجوا عنده في الحبشة. فقام واحد من العرب داق ذاته ومسلط، دخل على الكنيسة بتاعته دي وجاب العزر الوسخ والأخبطة له كلها جلبطة. فغضب أبرهة وطوالي حرك جيشه وماشي يهدم الكعبة، عنده أفيال، وأكبر هذه الأفيال فيل اسمه محمود، ده الفيل الكبير. لو في زول اسمه محمود ما يزعل يا أخوان، ده أكبر فيل عنده اسمه محمود. طلع الفيلة بتاعته وماشي، اعترضته قبائل في الطريق، منها قبائل يمنية هزمة. دخل على الجزيرة العربية، اجتمعت عليه قبائل من العرب هزمة، لحد ما وصل إلى الطائف، مر بالطائف وهزم اللي في الطائف، وأخذ منهم نوفل رجل من العرب، أخذوا معاه قال له أنت تبقى الدليل بتاعي أنا عشان أدخل مكة. دخل مكة فنهب ما فيها من برا، نهب الإبل اللي فيها كلها شالها معاه، كان جيشه كبير والعرب لا قبل لهم بشنو؟ بهذا الرجل، ما بيقدروا عليه. أخذ إبل منا إبل لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيد بني هاشم، وبني هاشم ديل هم رأس قريش. طيب أخذ الإبل حقته، ولما دخل قال لهم يا أخي وروني زول من ساداتكم أنا داير أتكلم معه. فدلوا على عبد المطلب ابن هاشم. لما جاء عنده عبد المطلب قال له انت شلت مني 200 بعير، وقال له اما انا فاريد يعني ابعرتي وللبيت رب يحميه. قام لما عين له يعني استخف به، قال له لما رايتك، يعني لما شفتك في الأول ورأيت من يعني وسامة وجهك ومن عظم جسمك، قال له يعني أعظمتك في نفسي كده، حسيت بك يعني زول ما سهل. وأنت الآن قال له أنا أريد أن أنال من دينك ومن بيتك المعظم وأنت تطلب الإبل، تقول لي داير الإبل حقتي أنا؟ قال له وديني الإبل حقتي وللبيت رب يحميه. البيت ده عنده رب بيحميه، بس اديني إبلي أنا أول، دار يضمن إبله دي في يده. فأخذ إبله وذهب وقال لناس قريش كلهم، قال لهم اطلعوا الجبال، تصعدوا الجبال، أبعدوا رقبتكم من شنو؟ أيوة من الجيش ده. فدخل جيش أبرهة، وكان أبرهة يعني متغطرسا بعزة. فجاء الرجل اللي شاله معه من الشارع قال له وانا ببقى لك دليل نوفل، جاء وتكلم مع الفيل الكبير محمود، تكلم معه في أضانه، قال له يا محمود هذا بيت الله، المدينك له ده، قال له هذا بيت الله، إن وجهوك إليه فلا تذهب وارجع إلى اليمن. قالوا إذا إن وجه
تجاه الكعبة حرن. بتعرفوا حرن؟ فرمل. فرمل في محمد. وإن وجه تجاه اليمن والحبشة جرى بجر. بس وده زعل منه. كيف يوجهه كده ما يمشي وكده بيمشي. بقى زعلان أبرهة، وبعد شوية الفيل ده بس هاج لك فيهن، والفيلة فرتقت لك الجيش حقهن ده. بيقوا أي واحد ماشي بيجيها براو. ونزلت عليهم الطير شايلة 3 حجار، 1 في خشومة و2 في كرعينة. حجر صغير قدر الحمصة، الفولة، الفولة بتاع الحجات بتاعنا ده قدر الفولة، بترميها في الواحد بتخليهم كأنه جزع نخلة، كأنه قطع النص، وما ماتوا كلهم يتفرتقوا. أما أبرهة ده ذاته هو ده بقى بيتقطع، جاو ألم بيقطع، بيقطع أنامله، بيقطع حبة حتة حتة، بقى راجع كله ما عليه بيتقطع لحد ما كمل في الحبشة هناك ومات. يتعذب لما نوصل الحبشة مات. الفائدة العظيمة في النقطة دي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الكتاب هنا، قال جيش أبرهة نصارى وهم أقرب إلى المسلمين من قريش. قريش ده كانوا شنو؟ مشركين. ده المشركين، والنصارى أقرب للمسلمين من شنو؟ من المشرك. المشرك وثني، المشرك وثني ما بيعبد الله ويكفر بالله، والنصارى أقل من نوم. عشان كده ربنا قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا منو؟ اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا منو؟ الذين قالوا إنا نصارى. لكن قال السبب شنو؟ كونه ربنا ينصر المشركين على منو؟ على النصارى، مع أن النصارى أقرب إلى الإسلام من شنو؟ من المشركين. قال والسبب في ذلك هو التوطئة والتمهيد لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. عشان كده ربنا قال لك لإيلاف قريش. دي بعد صورة الفيل طوالي، شوف ترتيبي في المصحف. ها ربنا لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بعدها طوالي شنو؟ لإيلاف قريش، أي ربنا أهلك الفيل من أجل ألفة، ألفة قريش واطمئنان، لأنه حيبعث منهم منه محمد صلى الله عليه وسلم. فدي الفائدة يعني الجميلة اللي بتخلينا نحن نفهم مولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل كان لهذه الإشارة العظيمة.